السلام عليكم، أشكر قناة فوركيس على هذه الاستضافة. معكم ماريا كجور، طالبة إعلام. بداية أود الحديث اليوم على نقطة مهمة جدا، وهي النجاح. أن النجاح لا يحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام، وأن النجاح ليس بسلالم نرتقيها بل خطوات من السعي والهمة نحو القمة. اليوم سأود الحديث عن تجربتي مع البكالوريا. البكالوريا صدقوني غير أجمل وأفضل مرحلة مريت عليها بحياتي، خاصة فترة الثانوية، الأصدقاء، الدراسة مع بعض، كل هذه النقاط راح تبقى ذكريات ترفدوها معاكم للجامعة. فقط مرحلة البكالوريا تحتاج الكثير من العزم والكثير من الجد. البداية تاع شهادة البكالوريا تبدأ بالتخطيط الجيد، إذا لازم أنت تكون مخطط باللي راح توصل، باللي راح تنجح، وباللي راح تجيب الباك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما تهدرش وقتك سودا هكا، لأنه هدر الوقت راح يكون أكبر عائق ليك خلال صدور النتائج. أيضا أود الحديث أيضا على نقطة مهمة جدا، وهي تقسيم الدروس، ما نخليهمش يتراكموا. علاش؟ لأنه كي نكونوا قراب للباك راح نلقاو روحنا حاصلين، نلقاو روحنا بلي ماشي قادرين نافونسيو، وهنا يبدا التوتر والضغط النفسي، وكل ما زاد علينا الضغط النفسي ما راحش نقدروا نتقدموا، بالعكس راح نرجعوا خطوات الى الوراء. هنا يدخل دور الأولياء من أجل تقديم الدعم والتشجيع، الدعم المعنوي اللي يخلي التلاميذ ديالنا ينجحوا ويتوفقوا في امتحان شهادة البكالوريا. فصدقوني تنظيم الوقت والتحضير الجيد والبداية، ما نخليش الوقت يروح سودا، هذه كلها نقاط أساسية لازم نركز عليها. أنا كطالبة ومريت على شهادة البكالوريا كنت شعبة أداب وفلسفة. الكثير كان يقول لي كيفاش راح تقدري تحفظي المقالات، وكاين مقالات كثيرة، وأنا كنت من محبي مادة الفلسفة، فلم أجد فيها صعوبة مثل الصعوبة اللي رسموها لي قبل الامتحان، قبل اجتيازي للشهادة. فأنا حبيت نمد هذا الفكرة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، وهي التعامل بالمخططات. يعني كل مقالة راح تدير لها مخطط خاص بها، ومن بعد تركز على الفهم أكثر من الحفظ، لأنه لما تركز على الحفظ كي قرب الباك مع الضغط النفسي راح تلقى روحك ناسي قريب كامل، تنسى قريب كامل هذوك المعلومات. وبالتالي لما تركز على الفهم وتروح واجد وديلا باز، خاصة في مادة الفلسفة تكون مركز على المنهجية الصحيحة وفاهم المقالات تاعك بحكم أنك درت المخططات وقسمت المقالات ديالك من المقالات الأساسية المقالات الثانوية، فبالتالي هنا راح تلقى روحك ماشي حاصل بزاف. صراحة أنا قبل فترة البكالوريا تجنبت أني نراجع ونعيش هذاك الضغط، حبيت أن نخرج من هذا الجو، حبيت أن نركز على نفسي واهتماماتي الخاصة، يعني ندي فترة إجازة وما نركزش فقط على الدراسة حتى نعطي نفسي الراحة اللازمة قبل اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. أختي مرت بمرحلة يعني نوعا ما اللي تقريبا كاين اللي مروا فيها، اللي هي ما جابتش الباك من العام الاول، مالقري حضرت وجهزت، لكن هذا قضاء وقدر والحمد لله. لكن بعد السعي والجد والهمة استطاعت ان تتحصل على امتحان شهادة البكالوريا بعدما لم تستسلم واصرت على اعادة البكالوريا، ونجحت بتوفيق من الله عز وجل. فترة البكالوريا شعور خاص جدا ما مثيل له. بدايتي كانت تخوف وارتباك، ومش عارفة واش ندير، ولا ندير الدروس الخصوصية ولا لا اسكو راح نجيب الباك. مالجري كنت نتحصل دائما في الثانوية على معدلات، الله يبارك، يعني كنت نتحصل على معدلات جيدة، لكن جاني هذاك الارتباك تاع ما نجيبش الباك، ولا تخوف. الخوف يعني من فطرة كامل عندنا هذاك الخوف. فبالدعم تاع الوالدة تاعي والأب ديالي والعائلة تمكنت أني ندير هذيك الثقة في نفسي، أني نركز في شهادة البكالوريا. أيضا كنا نشفى في أيامات البكالوريا، كنا نديرو هكا جماعات نريفيزيو مع بعضنا تاع القسم ديالنا والقسم المجاور، فهذو كلها كانت ذكريات. وفي نفس الوقت كنا نتعلمو ونستفادو من بعضنا، اللي عنده معلومة يقدمها، نحلو لي سوجي، خاصة نحلو المواضيع السابقة للبكالوريا. ف
كل هذا كان بمثابة جرعة إيجابية نتفكروها، وأيضا تكون حافز لنا باش ننجحوا وباش ما يجيناش هذاك الخوف ولا بانيك في الامتحان. اخترت تخصص إعلام واتصال لأنه كان حلم الصبا، حلم الطفولة، كنت نشوف روحي طالبة إعلام صوت للحقيقة، بحيث أني كي كنت نجوز امتحان شهادة البكالوريا نشفى باكرة قريب، ولكن نروح نقابل التلفاز ونقعد نقرأ نشرات الأخبار منها. كنت حابة أصلا ندير إعلام، ولكن في مرحلة البكالوريا صرالي تشويش أني نحب مادة الفلسفة وأني نحب مجال الإعلام والاتصال، فسبحان الله قلت أني بعض التخصصات راح نشوف. لما تحصلت على شهادة البكالوريا في قائمة التخصصات المتاحة أعطوني مدرسة عليا لمادة الفلسفة، وبالتالي هنا وصلت الارتباك شديد واش راح نخير بين شغل حلمين ما احتاط بينهما، فلجأت إلى صلاة الاستخارة وما كانش كما صلاة الاستخارة، فربي ليلتها نمت روحي هكا قدمت الاخبار، وبالتالي غدوه من ذاك درت تخصص اعلام وعطوني والحمد لله. نقول لطلبة البكالوريا انه يركزوا في قرايتهم، انه ينظموا وقتهم ما يضيعوش، ايضا يتجنبوا الصحبه السيئه، لانه كاين اشخاص يقول لك انا نقرا على راني نقرا باش نقرا، ما عندوش هدف ولا بيت. فانا نقول باللي ما يسمعوش ايضا للكلام السلبي، يعمروا راسهم بالاشياء الايجابيه، لانه احنا نتلقاو، احنا عباره في احنا في عمليه تلقي، نتلقاو السلبي نتلقاو الايجابي، وحنا بشر في نفس الوقت، يعني نقدروا نيأسوا نقدروا نعاودوا نوقفوا، بصح وشنو لازم ما نستسلموش. وايضا نريفيزيو دروسنا مليح، وهذا المكان نقول لقناة فورتيس شكرا على هذه الاستضافة وبارك الله فيك.